اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده معانا كبده ضاني، واحنا شطار في اعمال الكبده، سواء نقول الكبده الاسكندراني، كبده سندوتشات، كبده بالدمعه، كبده مشويه. النهارده الكبده نعملها بطريقه جديده وحقوق الطبع لدينا وبس. معقوله يا شيف في طرق جديده للكبده؟ ده احنا جبنا اخرها. لا، النهارده في طريقه جديده لعمل الكبده على طريقه المغازي، كبده بالبصل. هتتعمل ازاي؟ تفاصيلها صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد كالعاده. معانا النهارده مكرونه بنه، مكرونه بالوايت صوص مع المشروم. المشروم بروتين نباتي واغنى انواع الخضار، غني بالبروتين النباتي، يعني بينافس كل انواع الخضار في البروتين النباتي. هنعمله النهارده مع مكرونه بنه مع الوايت صوص، لطيفه وجميله. انا شخصيا بحب نوع المكرونه لما يكون فيه صوص وايت كده، له طعم وله مذاق خاص. الحلو النهارده قبل المانجا ما توزعنا والشتاء دخل علينا، وانا شايف المانجا بدات تقل في السوق، فحبيت اوضحها النهارده بمافن. مافن المانجا بالمانجا. ايه التفاصيل يا عم الشيف؟ معانا مانجا قطع طعمها سكر عسل، ومعانا عصير مانجا، ومعانا مكونات المافن العاديه اللي هو البيض والدقيق، ولكن الفكر الطهوي جديد النهارده مع مافن المانجا بالمانجا. مش عايز اطول على حضراتكم لان تفاصيلنا كتير النهارده والحلقه فيها شغل كتير، ولكن بالحب كل حاجه بتبقى سهله. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي قبل المانجا ما تودع سوق المانجا واخواننا بتوع الخضار. تعالوا ناخدها مع بعض النهارده. هي في السوق دلوقتي كتيره ومتنوعه واشكالها مختلفه. نختار المانجا اللي ما فيهاش شعر كتير. عايز اعمل المافن بالمانجا وجواه مانجا، مانجا في مانجا. معانا مانجا متقطعه قطع، ومعانا عصير مانجا، ومعانا اربع بيضات متوسطين الحجم، كوبايتين من الدقيق، معلقة بيكن باودر، معلقة فانيليا، نص كوب سكر، بس أنا يعني مش حابب سكر بس عشان تبقى سكرها حلو، معانا شوية زبيب وشوية حب. تعالوا نشوفوا مع بعض نعمل إزاي مافن المانجا بالمانجا. مقاديرها على الشاشة والصورة بوجود المانجا المصرية تتحدث عن نفسها. حلو الكلام. أول حاجة طبعًا أنا بدأت حبيت أبدأ بالحلو لأن الحلو طبعًا بياخد وقت كبير. ومحتاجين ان احنا ندخل المافن في الفرن، فعشان كده انا بدات بيه الاول. ومعانا طبعا قوالب المافن كالعاده بنجيبها من اي محل بتاع ادوات منزليه متعدده الانواع الاشكال، بنجيبها بنحط فيها القوالب بتاعه المافن ونبدا ان احنا نعمل الايه الخلطه بتاعتها. حلو الكلام لغايه دلوقتي، تمام زي الفل. اول حاجه هاخدها اربع بيضات هيتكسروا هنا كده، واحنا في ايام البرد ده او في الايام يعني مثلا شويه رطوبة ممكن نخلي البيض يطلع من التلاجة قبل الوقت تقريبا ب 15 دقيقة لو البيض في التلاجة عشان تضمني سلامة البيض. البيض معانا زي الفل، بنحط عليه شوية فانيليا، اتعلمنا ان الفانيليا بتشيل زفارة البيض، ونخفق البيض كويس. ايه اللي بيساعد على خفق البيض جيدا؟ اتعلمناها السكر. ونقلبهم مع بعض خفقان جيدا. فانيليا بيض سكر، فانيليا بيض سكر، فانيليا بيض سكر. حفظتهم دول ثلاثي، فانيليا بيض سكر. نشوف القوام مع بعض اهو، اقل من دقيقه اداك القوام ده. اطلع لغايه الكرين فوق. مخرجنا الجميل هو ده الحلاوه. دي اول حاجه انا عملتها، بيض فانيليا سكر، اداني القوام الحلو ده بالشكل ده كده زي الفل. دي اول حاجه. معانا شوية عصير مانجا، حلو قوي، بنحطهم كده. ايه السهولة والبساطة دي يا عم الشيف؟ ده القوام بتاعي. عندنا شوية زبيب هنخليهم على جنب كده، والزبيب ده اختياري. معانا بيكنج باودر معلقة بنحطه على الدقيق، وكل اللي انا بعمله بقلب الدقيق مع البيكنج باودر. المواد الجافة بتتقلب لوحديها، بيكنج باودر ودقيق، دقيق وبيكنج باودر. من الحاجات اللي ممكن تكون سبب في ان هي تخلي المافن بتاعك مش كويس او هابط او ما نجحش معاكي او الكيكة عموما، بيكون دايما البيكنج باودر. بتشتريه من السوبر ماركت
كالعادة، بيبقى في أزرف كده أو بواكي يعني، أو بتشتري علبة فيها كمية بتشتريها وتحطيها في أماكن مختلفة في المطبخ أو في التلاجة وبتنسيها كالعادة، كلنا كده. البيكنج باودر له تاريخ صلاحية وله وقت، لأن الرطوبة لما بتخش في مسحوق البيكنج باودر مفعوله بينتهي، يبقى وجوده زي عدم وجوده. فأعرف إزاي؟ لما أخد معلقة بيكنج باودر صغيرة وأشك في إن هو مركون عندي بقاله كتير وأحطها في كوباية. حطيت المعلقة البيكنج باودر الصغيرة في كوباية وحطيت عليها مية، أي مية من الحنفية، مية من الكوباية، أي حاجة من اللي بتشربيها، فار معاكي بقى زي الفوار اللي بناخده لما يكون عندنا برد، اعرف ان البيكنج باودر بخير وسلام. ما فارش معاكي غيريه عشان ما تخسريش بقيه المقادير، لا تخسري البيض ولا الدقيق ولا الحاجه اللي انت عامله بيها. ما يبقاش بمعلقه بيكنج باودر صغيره بثلاثة تعريفة خسرت كل الماتيريال بتاع الكيكه اللي بتعمليها. الحاجات دي انا بوصي فيها يعني. حلو الكلام، هننزل بالدقيق بتاعنا. ونقلب دول كده. مش هقلب بالمضرب دلوقتي اهو. حلو قوي. معانا شويه زبيب بنسقطهم هنا. الزبيب سكريات، سكرياته مفيده جدا. الزبيب كلنا عارفين ان هو العنب البناتي بعد التجفيف اهو. زبيب يعني عنب على طول. والزبيب في السوق نوعين، بيبقى بلونه اللون الذهبي ده، وفي اللون الاسود. الاسود ده بعد بتاع العنب الاسود، الذهبي بتاع العنب البناتي اه كده. مقدار البيكن مقدار المافن جاهز. معانا قطع من المانجا. بنعمل ايه يا عم الشيف؟ بالراحه كده واحنا واقفين مع بعض بنتسلى. بنجيب معلقه، اللهم صل على النبي، وناخد المعلقه دي كده ونحط المانجا هنا. الله، تعالي يا مانجا في قلب القوالب دي كده. اي خدمه. ونحط عليها الخليط بتاعنا. فكره يا عم الشيف والله. المانجا ما سبناهاش، عملناها مخلل. والله جاي على بالي اعمل لكم المانجا دي كريسبي مقليه، تاكليها زي ما بتاكلي الفراخ التندوري او الفراخ الكريسبي بالظبط، او السمك الكريسبي او الجمبري الكريسبي. هعملها لكم ان شاء الله قبل ما تروح المانجا عشان الاولاد يحبوها. واللي عايزها سبايسي هنعملها له سبايسي، واللي عايزها بالبهارات نعملها له بالبهارات. ازود لك المانجا في عينيا. حاضر. دي مانجا عسل. ثلاث حاجات ما لقيتهمش غير في مصر ام الدنيا للأمانة. بقول الكلام ده نتيجة خبرتي وسفريات، أنا سافرت العالم كله بحكم شغلي من سنين، ما لقيتش لا طعم مانجا ولا طعم بصل أخضر للأمانة والله العظيم، وأقسم بالله العظيم لا مانجا ولا بصل أخضر ولا جرجير بالطعم اللي بشوفه في مصر هنا للأمانة. بتستغربوا آه، لا مانجا ولا بصل أخضر ولا جرجير، بما إن ده اللي يخص شغلي يعني. طبعا في حاجات كتيرة لا تعد ولا تحصى، بس أنا بتكلم في الحاجة اللي أنا لمستها بشغلي يعني. حلو الكلام. هناخد المقدار ده كده. اه البصل الاخضر بتاعنا حكايه، له طعم وله مذاق تاني خالص. شفت؟ ننزل كده ونهزها كده عشان ايه؟ الواحد ياخد واحده من دي مع كوبايه القهوه بتاعته، كوبايه الشاي. جوزك رايح على الشغل ومستعجل، في عجالة كده تستنى يا حبيبي، انزل بل ريقك، بل ريقه بواحدة من دي مع كوباية الشاي كوباية القهوة. طول النهار هيدعي لك، طول النهار هيتنه فاكرك. خسرت حاجة؟ هتعمل لك 20 30 واحدة، اللي معانا دول يعملوا 40 واحدة على فكرة. يوزع بالتساوي كده. اهم حاجة يا ست الكل بقى هنا تأمني على الفرن. درجة حرارة الفرن عندك هنا 180. حلو؟ ولازم الفرن يكون سخن من قبلها. دي مهمة جدا على فكرة. زي ما انا شغال كده. ممكن اللي بقى عندنا نعمله ايه؟ كيكة كبيرة يعني. ما عندناش مشكلة، ممكن هنعملها برضه.
دي تاخديها لحماتك وتروحي تزوريها، ما تخشيش عليها فاضيه. الست بتجيلك في نهايه الاسبوع بتيجي محمله العيش والقرص والسمنه والزيت والعسل وكل حاجه. كلفي نفسك واعملي لها شويه مافن حلوين كده، وقولي لها شفت الشيف المغازي على القناه الاولى عمل المانجا يا تيتا بطريقه جديده، وفاجئيها قولي ايه رايك. الست متعوده تاكل المانجا كده زي احنا بناكلها، بس لما تتفاجئ بالمانجا جوه حاجه زي دي كده اكيد حاجه جديده. هتبداوا تقعدوا مع بعض، عملتيها ازاي؟ طب قولي لها على الطريقه. والكلام في الاكل وعن وصفات الاكل مفيش احلى منه. ناخد بعدينا بقى وندخلها الفرن. يلا بينا، نشيلها كده زي الفل. تمام، هزها هزها درجة حرارة الفرن عندي 180. ندخلها الفرن مع بعض، يلا بينا. اهم حاجة الفرن بتاعك يكون درجة حرارته 180 وسخن. هنأمن الاول على المكان بالشكل ده كده، الشبكة تنزل تحت، ده ما يتحطش في ارضية الفرن خالص. وناخدها مع بعض كده، يلا هو ده. بص على المافن بالمانجا مع عصير المانجا، ومانجا في مانجا. وانا بحب المانجا دايما، وخاصة انصحك لما تاكلي مانجاية حلوة لازم يليها كوب من الماء ضروري زي القهوة كده، علشان لان المانجا غنية بالاملاح. يلا خلينا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، ولكن قبل الفاصل اللي هيتساءل دلوقتي ده هيروح فين؟ للامانه هنجيب قالب ونعمله كيكه حلوه كده برضو بالمانجا، وتبقى دي كيكه العائله، تاخدها لحماتك لتيتا لماما لخالتك لعمته، الف هنا وشفا. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. انا وعدت حضراتكم ان احنا هنعمل الكبده الضاني بطريقه جديده النهارده. وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية في أنحاء العالم. معانا بصل ومعانا كبدة ضاني، بصل أحمر بصل أبيض، مش هو ده الموضوع، الطريقة اللي هنشتغل بيها هي الموضوع. بصل معانا زي الفل، والمقادير على الشاشة، ومعانا شوية فلفل حار ومعانا فلفل أخضر حار شوية. وتعالوا نشوف الشيف النهاردة يعملها بطريقة جديدة ازاي. وأنا طبعا متأكد الكل يستمع بأذن صاغية، الشيف المغازي هيعملها النهاردة بطريقة ازاي. احنا الكبدة دي غلبنا فيها في عمايلها، عملناها اسكندراني، عملناها بالطش، عملناها بالدمع، عملناها مشوية، عملناها مع لسان عصفور، عملناها كل التفاصيل. ولكن مستر جوجل اللي هو الشيف المغازي يعني بطريقة جديدة النهاردة هقدم الكبدة الضاني بطريقة مختلفة تماما وبدون تكلفة. بصل، كبدة، فلفل حار، ثوم، عصرة ليمون، شوية كمون، شوية فلفل، شوية ملح. حلوة. هنعمل ايه؟ معانا كسرولة ازاز زي دي كده الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا شوية دقيق ومعلقة نشا. نعم يا غالي. المافن في الفرن بقى ننساه شويه بقى ده كده، يعني انا حطيته في الفرن كده عايز له تلت ساعه تقريبا، وهنشوفه مع بعض دلوقتي هيبقى مصيره ايه. هناخد البصل بتاعنا اللطيف ده كده، نقطعه شرايح، عندنا زيت غزير بيسخن. تحبوا اشرح لحضراتكم الطريقه النظري لعمال الكبده دي كده عشان نسهل على نفسنا؟ البصلايه دي هحمرها زي تحميره البصلايه بتاعت الكشري. هتدي بتقعد باش تضربها على راسك بقى وتقول اوه انا كنت بقول كده، شفتوا ازاي؟ مش انا قلت لك يا ام احمد والجو اللي انا عارفه ده، ونقعد نخمن. لسه اصبر عليا شويه، هنحمر البصلايه دي زي الكشري، بصله الكشري. حلو الكلام، بس هنشوف ايه اللي يحصل بعد كده. يعني يا فندم اقسم بالله اي حاجه عايز اشيلها منها اشيلها لك، انت عارف انا بحبك. يا فندم هنا كويس تمام؟ حاضر عينيا. معايا مخرج شاطر بحب اريحه، حتى لو قال لي اطلع من الاستوديو اطلع. شفتوا؟ طيب ناخد البصلايه دي كده. فكره انك تحمريها، معلش انا بحب البصل ده، خلونا ناخد دي كده. البصل الصغير ده بلاقيه بالصدفه كده، بحب شكله، بيبقى عامل زي المنجيه.
وطعمه حلو وسعره عادي زي سعر البصل العادي. شفت البصلية عاملة ازاي؟ خدها كده برضو. ده لما تعمليه في السلطة بيبقى طعمه حلو قوي على فكرة. أنصحك لما تعملي سلطة تشتري البصل ده. معانا فلفل حار، كل أنواع الفلفل، أحمر أخضر اللي عندك. الطريقة دي كده يعني التجديد والتغيير في إنك تعملي طبق بنفس الماتيريال وبنفس التكاليف حاجة حلوة. آدي الفلفل مع البصل مع بعضهم كده زي الفل. تسلم ايدك يا عم الشيف. نحط شوية توم عليهم، شوية ملح عليهم، شوية دقيق عليهم، شوية نشا. حلو ده كله على البصلية. الطريقة دي طريقة جديدة. شوية كمون، شوية بابريكا، وعندي زيت بيسخن، عصرة ليمون حلوة علشان كل ده يجتمع مع بعض. ايه رأيك افتح لك الفرن تبص على حاجة حلوة؟ ده انت جايب ايه؟ ايه الحلاوة الجميلة ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ده عصرة ليمون. بص على الحلاوة. شوف المانجا ودلع المانجا. شفتها؟ لو المانجا بص قوية، شخصيتها قوية حتى في الفرن. مخليها المافن وحدها كبيرة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. وقت ما تقول لي في الماشي، شفت الخلطة دي كده؟ زي الفل. نشا، دقيق، بصل، فلفل حار، تومة، عصرة ليمون. أي لسه. أنا قاري دماغك أنا والله. حلو. نعم، عرفت ليه أنا بدأت بالمافن الأول؟ عشان وقته كده يبقى خلصت منه. ناخد البصلية دي بعد ما دلعناها بالشكل ده كده. حلو. ونروح على الزيت. اللهم صل على النبي. وناخد البصل ده كده في قلب الزيت. دي كبده يا شيف متأكد؟ بالله عليكي تصبري عليا شويه لو بتحبيني يعني. حلو. ونسيب دول يتحمروا حلو قوي. لغايه كده احنا زي الفل يا عم الشيف. اللي بتعمله ده نقدر نعمله، تقدر تعملي اللي انا بعمله ده كمان. اللي انا هحطه ده دلوقتي علشان الناس اللي مش بتحب ريحه البصل ولا ريحه الثوم بتروح الشغل. حلو. طيب تعالوا مع بعض نشوف الكبده اخبارها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا طاسه على النار تسخن جيدا. معانا كبده ضاني. نعم والله حتى لو جبت كبده جملي نفس الطريقه تعملها. بقول الكلام ده على اساس ان هو اكل كبده جملي يعني. كبده الجملي نعملها بنفس الطريقه؟ كبده فراخ نعملها بنفس الطريقه؟ لا. كبده بقري نعملها بنفس الطريقه؟ وهكذا. هناخد الكبده بتاعتنا الحلوه دي. الله. طبعا بتوصي الراجل الجزار الطيب ابن الحتة، قولوا له قطعها لي عصافير أو زي لسان العصفور كده. حلو؟ دي سهلة. والكبدة ما تتغسلش يا أمي بعد التقطيع، خلي بالك. قاعدة المغازي بتقول ممنوع منعًا باتًا، اكتبها على باب التلاجة كده وباب الديب فريزر. أنا عارف إنك أنت مخزنة كبدة ومخزنة لحمة، ربنا يزيدك. ممنوع منعًا باتًا، مين اللي بيقول؟ المغازي من قواعد المطبخ. ممنوع منعا باتا غسيل الكبده بعد التقطيع. اغسليها قبل التقطيع زي ما انت عايزه، نشفيها بشاشه بمنديل مبلول ميه عادي، انما تغسلي الكبده بعد التقطيع دي مصيبه. خلي بالك. هنحط توم، شويه بقدونس. حلو. معانا طاسه شديده الحراره والبصلية بتتحمر في قلب الزيت. بص عليها كده، بص على الحلاوه بالله عليك. شفت البصلية عايزها تتحمص كده وتبقى ايه مقرمشها، تاخد راحتها خالص في قلب الزيت. عندنا بابريكا، عندنا كمون، شوية كبدة. حكاية دي عايزة شوية مكرونة زي اللي هعملهم دلوقتي، أو شوية رز أبيض
او رز بالشعريه زي ما انت عايز، او العيش تعملها سندوتشات برضو مفيش اي مشكله. كزبره ناشفه، اهم حاجه عندي طاسه على النار بتسخن، هحط في الطاسه دي دلوقتي شويه زيت. حلو، ومع الزيت ده هحط مكعب من الزبده. الزيت يسخن جيدا مع اضافه الزبده يليها الكبده مباشره. حلو الكلام؟ وطريقه جديده، نقلب اللي انا حطيته ده كله مع بعضه. حط الزبده هنا، تعالوا نقلب اللي احنا حطيناه على الكبده. ثوم، بقدونس، بهارات، كبده شربت من كل ده، انسل الزفاره مكان بينا، ونقلب كده تقليبه حلوه. نعم، ما انا حاطط فلفل حار يا طيب مع البصله، لو حطيت فلفل حار هنا مش هنقدر ناكلها، ما لازم نفهم من الاخر ايه اللي هيحصل في الاخر. بقى حاجات لطيفه جدا، بصلية بتتحمر معاها فلفل حار، معاها طعم، معاها كل حاجه. والكبده هنا جاهزه، اخبار الزيت مع الزبده، ننزل بقى كده اهو، يلا بسرعه. هو ده، تاخد الصدمه الناريه دي اهو، ونقلب. الله، شيل لك ده من هنا خالص عشان عارف دي مضايقاك يا عم طارق. يلا دلعني بقى. شفت الحلاوه دي؟ كيف ده؟ الله، حته رهيبه. سيبها على النار كده بس، لسه بدري ما خلصناش احنا. خلونا اطلع المافن من الفرن عشان بيناديلي، بتناديني تاني ليه؟ يلا يلا بينا. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه؟ ايه الجمال ده؟ لا والله ما احط سكر، انا مش عايز، انا عايز استطعم المانجا. والله تقدري تحطي عصير مانجا اهلا وسهلا، عايزه تخليها زي ما هي كده بطعم المانجا اهلا وسهلا. دي عايزه كوبايه القهوه وكوبايه الشاي بالف هنا وشفا كده جوزك، بس تبرد شويه. مافن، كيك، كب كيك، كحك العيد، بسكويت العيد، غريبه العيد، كل حاجة فيها بيكنج باودر وفيها بيض يفضل فتحها أو كسرها بعد ما تطلع من الفرن بخمس دقايق، قاعدة مغازية. هناخد بعدها نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع لكبدة ضاني بالبصل النهاردة وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. مافن المانجا جواه مانجا. أوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ومازال المجتمع والعالم يشهد طريقة جديدة لعمل الكبدة الضاني ولأول مرة وحقوق الطبع لدينا وبس. الكبدة أنا استوت بس ضعيفة الشخصية، ضعيفة الطعم. تعالوا مع بعض كده ناخد بعضينا ونشوف بقى إيه الطريقة الجديدة للمغازي وجع راسنا فيها. بصل والخبرة، الحاجات الحلوة مع البصلية اللي اتحمرت ديت بالنعناع بكل حاجة. أنا أخدها، ده مهم جدا النعناع ده، وناخد بعضينا كده ونروح فين؟ عند الكبة. اللهم صل على النبي. أول حاجة باخد ورق النعناع. الله، ما حطيتش العرق، العرق هنا ناشف عامل زي الحطب، مش عايزه. ده انا عايزه ورق النعناع. شفت ازاي؟ تعلمي بالله عليك اللي انا بعمله ده. ده ورق النعناع.
انسى تاكل الكبده بالطريقه دي، ولا ريحه بقك هيبقى فيها لا بصل ولا توم. لسه ما خلصتش انا. فيها فلفل حار، فيها حب، فيها خبره السنين، فيها يلا بينا يلا بينا في قلب الكبه. اللهم صل على النبي. خلص الكلام. شفت يا مخرجنا الشقاوة؟ ده على فين؟ بالله عليك على النبي ما تضيع الفرصة دي. مستقبلي في الطاسة دي. والمغازي جاب سر الخلاصة وجاب الخلاصة. هو ده. نقلب. الله. إيه ده يا مغازي؟ إيه الاختراع ده يا راجل يا طيب؟ روح ربنا يوعدك بزيارة النبي. دعوة مستجابة. من كل اللي بيشوفوني يا رب. ايه ده ايه ده؟ كبده لاول مره تاكليها، البصله نازله مقرمشه، نازله خرز، نزلت على كبده مستويه، بتناديها بتقولي لها الحقيني بالطعم. الف انا وشيفا اللي ياكل من الكبده دي يعملها سندوتش ماشي، هيلاقيها سبايسي ماشي، هيلاقيها حار ماشي، هيلاقي فيها الطعم اللي هو عايزه ماشي. اهو اهو ايه الحلاوه دي؟ الف انا وشيفا اللي ياكل منها. بس زي ما هي كده ونقدمها لحضراتكم. في حاجة لطيفة بقى. عندنا الولاد بيحبوا طعم الكريمة اللباني. دي إضافة. وده اختياري حسب الرغبة. والله حبيتي تجودي وتحطي وش الكريمة اللباني دي كده على وش الكبدة دي كده. شفت الشيب بيعمل إيه؟ زي كده. راحت في حتة تانية. يلا. حلو؟ ونقلبها. ايه ده ايه ده؟ الف انا وشيفا. ابنك لما ياكل منها قولوا له الشيف المغازي عملها بالطريقه دي. نقدمها لحضراتكم يلا بينا. اللهم صل على النبي. دايما الكبده تحب الفلفل الحار برزنتيشن كده، الجو ده احنا عارفينه. ناخدها كده ونغرفها هنا كده مع مخرجنا. ألف هنا وشيف اللي ياكل منها. طبعا كل اللي بيتابعوني دلوقتي أنا عارف إيه اللي هيحصل. كله هيمسك التليفون ويبحث على جوجل هي فعلا حقوق الطبع بس؟ حقوق الطبع لدينا بس. واتابع مع بعض على الصفحة الرسمية للقناة الأولى وصفحة أكلة أمي. نقول إيه الطريقة دي؟ واللي عايز الوصفة يرجع للطريقة. ألف هنا وشيف. هعمل دلوقتي طبق مكرونة عدل السفره دي، المكرونه دي بالمشروم والوايت صوص. مش تاخد مني 3 دقايق. مكرونه بالمشروم مع الوايت صوص معاها زيتون، هنعملها لحضراتكم دلوقتي حالا، نشوف هنعملها ازاي مع بعض. معانا مكرونه في النار. حلو؟ ومعانا شويه بصل وشويه ثوم، سنه شبت صغيره، كريمه لباني، زيتون اخضر وزيتون اسود. تعالوا نشوف هنعمل المكرونه دي بسرعه ازاي واحنا مع بعض. اعملها بالمشروم والوايت صوص. المشروم غني جدا بالبروتين النباتي، دايما بنروح لدكاتره التغذيه يقول لك استبدل البروتين الحيواني بالبروتين النباتي. ايه هو البروتين النباتي يا دكتور؟ يقول لك المشروم. حلو الكلام. على المكرونه ما تفك معانا شويه، هنمسك المشروم ده نقطعه بالسكينه شرايح، وده مهم جدا. حلو، خلينا دي كده على النار ونحط دي على النار شديده عشان ما تاخدش مننا وقت كبير. لا بالله عليك تشتغل. حلو، يلا بينا. قال معزوز يا شيف. طيب وانا بشتغل في المكرونه عايز اتكلم عن المشروم. هل يا شيف مغازي اللي ياكل بروتين نباتي يغنيه عن البروتين الحيواني؟ طبعا لا، البروتين الحيواني لا غنى عنه. ده البروتين بتاعنا. مشروم دايما بيتعمل شوربه المشروم بالكريمه، شوربه فراخ او شوربه لحمه، بصلايه تومه، ننزل بالمشروم ده، ننزل عليها بمعلقه دقيق او معلقه نشا،
ننزل بالمشروم بقت شوربه المشروم بالكريمه مع الوايت صوص. انا هعملها دلوقتي طبق مكرونه لطيف جميل. المشروم متواجد في اي سوبر ماركت، سعره غالي شويه بس قيمته الغذائيه عاليه جدا، وانا بحكم على الحاجه بالقيمه الغذائيه بتاعتنا اللي احنا بنحتاج لها، سواء بروتين سواء معادن سواء اوميجا 3 وهكذا. طاسه شديده الحراره على النار فيها معلقه زيت صغيره، حلو الكلام، بغذيها بمعلقه زبده، حلو. عجبنا قوي شكل الكبده دي، لازم تدوقها يا شفيق. الزواج بتاعي، معلقه زبده، فص ثوم، الله، شويه زعتر، تقليبه حلوه. ايه الحلاوه دي، ريحه الثوم طلعت. ننزل بالزيتون الاخضر والاسود، الله، شفت الشقاوه، سنه شبت صغيره مع الوايت صوص بيدي طعم حلو قوي. ننزل بالمشروم بتاعنا اللطيف الحلو، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده، دول كلهم مع بعض، التقليبه الحلوه دي كده، شفت. المكرونه هنا بتستوي نص سوا، خلي بالك المكرونه هنا بتستوي معايا نص سوا. اشتغل زي ما انا شغال كده في التقليب الحلو ده كده. ركز بقى في التركيه اللي هعملها دي، هتعجبك قوي على فكره. بحط مكعب زبده صغير في النص كده، واحط عليه يا عم الشيف معلقه دقيق صغيره. شفت الشقاوه، هي دي الشقاوه. ونسيبهم على النار. ايه اللي بتعمله ده يا شيف؟ دي خبره طاويه. انا عايز الصوص بتاعي او الوايت صوص بتاعي يبقى له قوام، له كثافه. الكثافه بتيجي من معلقه دقيق بندوبها في الحليب او الزبده، حلو الكلام. هنقلب مع بعض كده. ايه الاخبار اهو كده، ادخلهم هو ده هو ده. سريعه المكرونه دي، ها، وقتك قد ايه مخرجنا الجميل بالله عليك. حلو، هناخد المكرونه بتاعتنا دي كده، خلاص هي حلت اهي زي ما هي كده بالميه بتاعتها اهي، ونسقطها هنا. هو ده الكلام، هو ده هو ده هو ده اهي. ننزل عليها بشويه ميه مكرونه، اتعلمي تخليكي في المطبخ كده. ايه هو ده، خلص الكلام، ونقلب. ده انا كنت فاكره الموضوع صعب يا عم الشيف، خالص مكرونه تكمل سواها مع التابع ليها، سواء صوص بولونيز سواء جمبري سواء سي فود سواء مشروم. الطعم في الخلطة الأولى اللي أنا اشتغلت عليها، فص توم، زيت زيتون، زبدة، كل ده مع بعضه يا عم الشيف. بعدين نزلنا بالزيتون الأخضر والأسود، خلي بالك الملح هنا ترفع إيدك منه شوية، مع معلقة شبت صغيرة، كل دول مع بعضيهم. اتعلمت تكوني واقفة في المطبخ كده عارفة بتعملي إيه. نشيل المية اللي ملهاش عوزة هنا عشان توسع لنا الدنيا. حلو، إيه الأخبار. ننزل بالكريمه اللبانيه امتى يا عم الشيف؟ قبل ما نرفعها من النار بدقائق. شفت المكرونه؟ مكرونه بينا يفضل استخدامها مع الوايت صوص، يفضل استخدامها مع سي فود. ليه يا عم الشيف؟ لان المكرونه البنه بيبقى فيها اخرام، او مكرونه بتبقى طبعا المكرونه البنه دي بيبقى فيها اماكن تشيل الصوص اللي احنا بنعمله، فبيبقى لها طعم حلو غير الاسباجيتي. عشان كده تفضل هي المكرونه دي. ننزل بالكريمه اللباني بتاعتنا. يا ويلي يا ويلي الطعم هنا. ممكن تحط معلقه قشطه، الكريمه اللباني فكرتني بالقشطه، يبقى طعمها حلو على فكره لو حطيت قشطه هيبقى احلى بكتير. الله، ولادك اكلوا، في قيمه غذائيه عاليه جدا، كلنا عارفين فوائد الزيتون،
فيها بروتين حيواني بوجود الكريمة اللباني والزبدة بقى بروتين حيواني. فيها بروتين نباتي، فيها بروتين نباتي من المشروم. مكرونة كربوهيدرات ونشويات. وفيها برضو بروتين حيواني اللي هو البيض، لأن المكرونة بتصنع من البيض. لازم يكون عندك الثقافة الطهوية للمكون الغذائي اللي بتعمليه، الطبق اللي بتعمليه تبقى عارفة دارسة إيه مكوناته، عشان تبقى عارفة أنت بتأكلي ولادك إيه. الموضوع مش دلوقتي حشو ومعدة وخلاص، لازم تكون عندك الثقافة الطهوية وتعابي شوية، ثقفي نفسك شوية باللي بقوله ده. طبعا ده في كل حاجة، بروتين حيواني، بروتين نباتي، كربوهيدرات، نشويات، في كل حاجة حلوة بتدور عليها. الطبق الحلو ده يستاهل إن احنا نغرفه في الطبق ده. مكانه هنا. العشق. إيه الأخبار؟ والله ممكن تحط سنة شبت ماشي، شوية ريحان ماشي، شوية زعتر ماشي، اختياري حسب الرغبة. ناخد المكرونة الحلوة دي كده، يلا مخرجنا، هو ده الكلام. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، هو ده. ألف هنا وشفا. انزل بدول كمان. الله يا شيف، ده أنا ممكن أخش المطبخ أعمل كوباية شاي أخد وقت أكتر من كده. حلقتنا النهارده ببساطة، سهولة، مرونة. قدرنا نعمل النهارده الكبدة بطريقة جديدة مع البصل وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. وإخواننا بتوع المطاعم لما يعملوها لازم يحط اللوجو بتاع القناة الأولى والشيف المغازي عندهم في المحل، لأن الاختراع الطهوي والفكر الطهوي ده لا يدرس، ده بيجي بالحب. معانا مكرونة لطيفة وجميلة عملناها مع الوايت صوص والمشروم، عملنا مافن بالمانجا جواه مانجا للي بيعشق المانجا زي الشيف المغازي كده، ويفضل اختيارنا للمانجا ما يكونش فيها شعر. مطبخنا بسيط وسهل، صدقوني الماتيريال والتكلفة والحاجة اللي أنا جايبها في متناول أي حد، ولكن الفكر الطهوي والأسلوب الطهوي وحبك للمطبخ ده اللي لازم يتواجد عندك، لأن مفاتيح السعادة الزوجية والعائلية والحب جوه بيتك اللي هو المطبخ. من المطبخ بيبدأ الحديث الحلو والكلام الحلو على السفرة. رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.